ده بقى ورق. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ازيك يا حبايبي، عاملين ايه؟ هنعمل معاكم محشي ورق عنب جديد بشاير بقى، اللي هو لا مش بشاير، يعني اللي هو جديد. بس ست ضحكت عليا بصراحة، ادتني قلم حاطة شوية على الوش كده، لأن هو بيبقى في القاهرة متربط كده جاهز، يعني الست مجهزاه حاطاه على بعض كده زي ما أنا بفرزله معاك. فما جيت البيت طلع عين اهلي بقى. ليه بقى؟ ورقة صغيرة وخفيفة، وتقعدي بقى تفردي فيها. وانا لوحدي طبعا في الليلة دي عملت بقى حلة كوس، كنت جايبة 2 كيلو كوسة الصغيرة منها القوي، عملتها كوسة وفرزلتها تبقى عندي في رمضان. والتانية دي بقى عملتها قمعتها وخليتها عشان احشيها. عملت ايه؟ صينية اللي هو كوسة وفلفل اخضر، وجيت على ورق العنب بقى طلع عيني بقى. عملت حلة وفاض شوية، عملت الحلة دي وطبختها برضو، وايه وفاض حلة تانية عملتها تاني يوم. كان عندنا عرس جيراننا، ابن جيراننا، فقلت اعمل حلة محشي صغيرة كده لان كان العرس بالنهار. قمت عامله حلة المحشي وما تغديناش بقى طبعا، انا سبت الاكل للولاد ومشيت ورحنا العرس احنا يعني. وجيت لفة ورق العنب بشوف الورقة صغيرة ازاي، مش عارفة امسكها. في بقى المحشي بقى وورق العنب، بس كان صغير قوي فضايقني بصراحة، كنت بلف لوحدي وعملت اكتر من حلة. بس الحلة دي بتاع اليوم اللي هو ده، ومعها الكوسة. وبعدين اللي فات بقى لميته في حلة صغيرة وعينته في التلاجة لتاني يوم. ممكن اروح مناسبة بداية ضيق الخلق، ستي ضحكت عليا بصراحة، طالعة على الوش كده ايه 2 ورقتين كبار وتقولي ورق نباتي بناتي ومش عارفة ايه. وما جيت البيت بغسله عشان اغسله، لقيته بسم الله المستعان. بس الحلو عدت يعني، طازة وحلو وفريش جميلة وما شاء الله. وطبخناه والاستوي وبرده الكوسة استوت اهي، مش معجنة، كله مفلفل. والفراخ برضو عملت كاتشب ومعلقة صلصة وفلفل وكمون وبابريكا وتاني ايه وشوية كركم، ودخلتها الفرن تتحمر بقى. وما شاء الله بقى ايه كده، نعمل ورق العنب نزل صبه على الصينية وسخن كده بيبقى جميل بقى. وايه ولما يكون طازه بصراحه بيبقى حلو، الحاجه ما بتكون طازه بتبقى جميل. ورق العنب ده اللي هو العروق دي، اما بتحطيها على الورق ما بتحتاجيش تحطي ليمون، تعصري ليمون. انا عمري ما عصرت ليمون بصراحه، الا مره كده كنت حطيت شرائح. بس هو ده بيخليه حنطي، يحسسك ان الناس ايه ميزس كده، يقول لك انت حاطه ليمون ولا ايه.